تخيل معايا لو في مسجد بيسع لسبعين ألف مصلي اتجمعوا نيتهم بس الدعاء بإخلاص إن ربنا يغفر لك، ده لو كانوا أربعين واحد فقط مش سبعين ألف لشفعهم ربنا فيه كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالك لو سبعين ألف. والأجمل إن السبعين ألف اللي اتجمعوا علشان يدعوا لك بالمغفرة دول ملايكة، ما تجمعوش عشانك إلا لما أنت قررت تزور مريض. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مريضا غدوة، غدوة يعني الصبح، إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي. شوف كم ساعة بيدعوا له بالمغفرة، صلى عليه الملائكة يعني دعوا له بالمغفرة، وإن عاده عشية يعني زاروا بالليل صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح. أنت مدرك يعني إيه العبادات كلها في جانب، وإنك تجبر خاطر وتواسي ضعيف في جانب تاني خالص، ميزان تاني عند ربنا. كل مقامات المؤمنين ربنا يذكر إن ربنا معاهم إلا المريض، لأنه مكسور ونفسه ضعيفة ويشعر بالعجز ربنا قال إنه عنده. شوف ربنا يقول لنا: أما علمت أنك لو عدته يعني زرته لوجدتني عنده. ولأن نفسية المريض المكسورة الضعيفة غالية عند ربنا، ربنا نقل زيارة المريض من عمل فضيل مستحب لحق من حقوق المسلمين على بعض. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، اثنين عيادة المريض، ثلاثة اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، تشميع العاطس. فالحق التاني اللي بيننا وبين بعض هو زيارة المريض. مرض المريض اختبار لصبره، واختبار كمان لرحمة وحنية الناس اللي حواليه، لأن سر سعادة المريض إنه تأكد إن إحنا بنحبه بإخلاص، لأن مفيش حاجة في إيد المريض يقدر يديها لنا إلا نظرة الشكر والامتنان، إن أنتوا حنيتوا عليا، أنتوا عندكم ليا حب صادق وأصيل، ده اللي بيقدر يعمله المريض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له: لأ، كمان هديك هدية لكل واحد بيزورك، إن دعوة المريض مستجابة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المرضى، عودوا يعني زوروا، عودوا المرضى ومروهم فليدعوا لكم، فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه مغفور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حضرتم المريض، لو موجودين وفي مريض أو الميت، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. الملائكة حوالين المريض. وكان سيدنا رسول الله حنين جدا وقت زيارة المريض، لأنه عارف إن المريض محتاج يتجبر خاطره بالحنية دي، كما في البخاري من حديث السيدة عائشة بنت سيدنا سعد بن أبي وقاص إن أبوها لما عي في مكة جاءه رسول الله يزوره، ثم وضع، شوف سيدنا سعد بيقول إيه، ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح بها على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعد وأتم له هجرته. قال سعد: فما زلت أجد برده على كبدي حتى هذه الساعة. جمال إحساسي بإيد النبي الساعة صلى الله عليه وسلم على كبدي وبطني لغاية دلوقتي. فلو تعرف مريض، بسم الله، السبعين ألف ملك مستنيينك، مستنيين قرارك بزيارته عشان يبدأوا بالاستغفار بقية اليوم ليك. يا رب حنن قلوبنا يا مولانا على بعضنا، واكفنا يا رب أمراض أبداننا وقلوبنا.